مرحبا بكم في دو بلاد ان رابور من سوسه بديت الراب من 2007 عندي برسك 5 سنين في الدومين ديسكوغرافي نتاعي اول ما بديت خرجت دي سينجل عملت ديفيزينغ مع دي رابور قدم في الدومين 2008-2009 كان عندي اول باساج في الراديو في راديو تونس بلادي 2009 عملت تورني كامل في تونس مع مدام أحلام ومعايا ام سي صابر زاد كيف كيف رابور من سوسه 2010 حبيت نبدل الثنية متاعي شوية فهمتني كنت نسجل عند ان برودكسيون في سوسة قلت زايد المصاريف كل شيء دونك نعمل اني اوتو برودكسيون متاعي اسمها سولو ريكورد من وقتها جاوني دي رابور وكل شيء فهمتني عملت جروب اسمه 73 فاملي فيه ام سي صابر زامتا سيانو دي جي هابي ام دي كابو فوالا بدات الخدمه من غادي معناها طون جروب معناها نخدموا مع بعضنا عملنا دي كليب بون تحركت شويه الخدمه ولينا معناها ثم تشجيع شويه فهمتني مش كيما واحد يخدم وحده سولو كيما تلقى اصحابه معناها يشجعوا فيه باش يكون متقدم اكثر وكل شيء عملت برشا كليبات افري تايم عملت فاك اول عملت مي بوز عملت دون مومون مع زامتا سيانو برشا كليبات واحد ديجا يدي حدا فيه من نجم شي يسميهم الكل 2012 تعرفت على نزار غويلة بصراحة كانت حاجة باهية فهمتني عملنا كليب مع بعضنا اللي هو ون لايف هو اكستريم من البوم تاع جديد ثاني البوم بحكم خرجت البوم الاول 2011 مي بوز كانت تجربة حلوة برشا فهمتني عمل هو الاخراج نتاع الكليب وهو زاد عمل الغول برينسيبال في الكليب تيتر في برشا تفاؤل وفي برشا ديجا برشا ناس ما وانها ما سمعتش شكون ما عجبوش الكليب فهمتني فكره حلوه معناها حبينا نعملوا كيما نقولوا ندخلوا الثوره في وسط الكليب اما بحاجه فيها تفاؤل فهمتني الدنيا هي واحده وحياه واحده وحلم واحد وكل شيء معناها ويجي نهار ويتحقق فهمتني ومعناها واللي يحس روحه ديما معناها متأزم ويحس روحه اللي معناها يحس الدنيا ديما معناها غلبته كل شيء فهمتني ديما يقول لا فما ربي كبير ومعناها لاباس فهمتني فوالا نحب نقول ميرسي للمجازين اللي انفيتتني هوني و سامي في بليزير باش نكون في شكون بحذاكم و فوالا ميرسي.